السلام عليكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج العاشرة والتي نخصصها للحديث عن العمل الإنساني في ليبيا وما يتعرض له من صعوبات. فمع توسع دائرة الاقتتال غادرت جل المنظمات الدولية البلاد مفضلة الاستمرار في عملها انطلاقا من دول مجاورة، فيما لا زالت بعض المؤسسات والهيئات الإنسانية تشتغل لوحدها على الأرض رغم صعوبة الوضع الأمني وتزايد أعداد النازحين حين الليبيين والمهاجرين الأجانب وضعف الإمكانيات. فما طبيعة عمل الهيئات الإنسانية المحلية والدولية التي تهتم بالشأن الليبي؟ وما طبيعة الخدمات الإنسانية التي تقدمها؟ ما هي الصعوبات التي تعترض عمل هذه المؤسسات؟ وهل من سبل لتوفير مناخ أفضل لعمل هذه الهيئات بهدف مساعدة النازحين الليبيين واللاجئين والمهاجرين الأجانب؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها في عشرة الليلة على ضيوفنا. ينضم إلينا عبر سكايب من تونس رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا سيد سامر حدادين، وينضم إلينا أيضا عبر سكايب من مانشستر رئيس منظمة أو مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان السيد محمد عبد المالك، ويشاركنا في الحوار أيضا الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي سيد محمد مصطفى المصراتي. أهلا بكم جميعا. نبدأ هذه الحلقة بالتقرير الذي يرصد صعوبات والتحديات التي تواجهها المؤسسات والهيئات الإنسانية في عملها داخل ليبيا. في ظل التوتر الأمني التي تعرفه معظم مدن ومناطق البلاد، يصعب العمل الإنساني في ليبيا سواء كانت جهودا لإغاثة النازحين أو دعما لمن هجرتهم وشردتهم المعارك من ليبيين وأجانب، وهو ما دفع بالمنظمات الدولية لمغادرة البلاد بسبب الوضع الأمني، ولم تبقى غير منظمات تجتهد في تأمين الخدمات الإنسانية رغم ما طالها من استهداف بلغ حد تعنيف منتسبها واختطافهم. من جهته أكد الهلال الأحمر الليبي أن موارد الجمعية استنزفت بسبب النزاع المسلح المنتشر في عديد المناطق، مطالبا أطراف النزاع بالمزيد من الاحترام لمجهود العمل الإنساني للمنظمة. حيث يواصل الهلال الأحمر عمله وسط صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المحاصرة سواء في بنغازي أو كيكلا أو غيرها من المدن التي تطالها الاشتباكات. على صعيد آخر، كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أمنيستي أن المهاجرين يتعرضون في ليبيا لانتهاكات وصفتها بالمروعة، منها التعذيب والاغتصاب والحرمان من الغذاء والتهديد بالقتل. وأكدت أمنيستي أن هذا الوضع هو ما يدفع المهاجرين للمخاطرة بأرواحهم وركوب البحر أملا في بلوغ الشواطئ الأوروبية. في المقابل، أوصت أمنيستي بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث في البحر تناسب حجم موجات الهجرة وبتعزيز قدرات مراكز الاستقبال، كما دعت السلطات في تونس ومصر والجزائر إلى فتح حدودها لكل من يطلب الحماية دون التقيد بالشروط المطلوبة في الحالات العادية. إذا نبدأ النقاش معك سيد حدادين، يعني كيف تتفاعلون مع الوضع الإنساني الآن في ليبيا؟ أولا مساء الخير لحضرتك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. بحب أبدأ أول شيء أصحح معلومة وردت في تقديم حضرتك وفي التقرير. المنظمات لم تغادر ليبيا، اللي غادر هم الموظفون الدوليون في هذه المنظمات. ودعيني أتحدث عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. المفوضية لا زالت تعمل في موقعين في ليبيا، هي تعمل في طرابلس وتعمل في بنغازي، وعندنا موظفين بيعملوا في هذه المكاتب، ونعمل أيضا من خلال شركاء لنا من منظمات إنسانية، منظمات مجتمع مدني، ومنظمات غير حكومية. فالعمل قائم، لكن كما ورد في التقرير إمكانية الوصول، وكما ورد في كمان تصريحات من الهلال الأحمر حسب التقرير، إنه في مناطق تكون محاصرة لا نستطيع الوصول إليها، أو في بكون مناطق بكون فيها الخطر قائم أو في نزاع، لا يستطيع موظفين الأمم المتحدة أو موظفين الإغاثة أو موظفين المنظمات الغير حكومية أو التي تعمل في عملية الإغاثة من الوصول إلى هذه الأماكن. فإذا نبدأ من مسلمة أن المنظمات موجودة،
مكاتبنا شغالة من خلال موظفين رسميين معتمدين ومن خلال شركاء لنا على الأرض، سواء من منظمات دولية أو منظمات محلية. طيب إذا أنتقل إلى سيد المصراتي، يعني بدوركم كيف تتعاملون مع الوضع الآن في ليبيا وطبيعة العمل أمامكم؟ مساء الخير لك يا أختي الفاضلة ولجميع من يتابعنا الآن. أهلا بك. طبعا كجمعية هلال الأحمر نتعامل مع الواقع بكل شفافية، نتعامل مع الواقع بإحصائيات بعمل ميداني، نتعامل مع الواقع بمتطوعين المنتشرين في 35 فرع على مستوى ليبيا. الأمر في ليبيا والوضع الإنساني في ليبيا حاولنا من خلال التقرير الإنساني الذي أصدره الهلال الأحمر نوضح ما يحدث في ليبيا من مستجدات إنسانية، من احتياج إنساني كبير لأعداد كبيرة من المتضررين النازحين وغيرهم. أيضا من خلال ذلك التقرير وضحنا أيضا صورة للاحتياجات الضرورية لهم. عندما نتحدث في تقرير أصدرته جمعية هلال الأحمر وتعتبر ممكن التقرير واضح وشامل، عندما نتكلم على أكثر من نصف مليون ليبي نازح داخل ليبيا فهذا رقم مخيف، وهذا يعطي انطباعات مؤشرات خطيرة جدا للوضع الإنساني في ليبيا، والذي لن يتم تخفيف تلك الألام لهؤلاء النازحين إلا بالعمل الجماعي والعمل التضامني وتكافل جميع المنظمات سواء العاملة في الحقل الإنساني أو الدولة الليبية بجميع سلطاتها وبجميع وزاراتها لتخفيف من تلك المعاناة. العمل الوضع في ليبيا صعب جدا ويحتاج إلى تعاون وتكافل الجميع، ويحتاج إلى أعمال واضحة للعيان. النازحين النازحون في ليبيا بصراحة يزدادون يوما بعد آخر. عندما أصدرنا هذا التقرير توقعنا أن يكون هناك تلبية لنداء إنساني من منظمات دولية لمساعدتنا في أداء دورنا، ولكن إلى الآن للأسف لا نجد إلا كلام ولا نجد أي أشياء تدل على أن هناك تجاوب لذلك التقرير. طيب إذا هي ظروف صعبة كما تقول، وكذلك سيد حدادين يشير بأن المنظمات الحقوقية الدولية لم تغادر البلاد، لعل هذا يعني واقع المفوضية السامية، ولكن هنالك منظمات أخرى يعني ترصد الواقع من خارج. سيد عبد المالك، كيف تقيم الظروف التي تعمل فيها هذه المؤسسات الإنسانية في ظل الأوضاع التي تعانيها البلاد من صراع ومن توتر أمني؟ شكرا أختي الكريمة، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين أيضا. أهلا. وتحية الحقيقة لكل القائمين على هذه الأعمال، الهلال الأحمر، مفوضية الأمم المتحدة، المؤسسات الأخرى التي تعمل في هذه الظروف الصعبة وتعمل بدون ما يكون لها أجندة سياسية وبدون ما يكون لها مردود مادي، فتحية لهم وللأعمال الذين يقومون بها. ولكن أختي الكريمة، الحقيقة النظرة إلى هذه المؤسسات أو هذه الأعمال من خلال ليبيا فقط نظرة قاصرة، لابد أن ننظر إليها من خلال خريطة الواقع في العالم، لأن هذه المنظمات أيضا هي منظمات تتبع لمؤسسات دولية، ولابد أن نأخذ في الاعتبار المآسي الأخرى التي تقع على 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 البسيطة الآن، مآسي سوريا يعني فيه أكثر من 5 مليون مهاجر، مآسي في اليمن حيث لا يجدون الماء العذب. فهذه الحقيقة تلقي بظلالها على العمل الإنساني داخل ليبيا، وبالتالي نصيب ليبيا من هذا الأمر نصيب قليل جدا. ومع الأسف يعني نحن الليبيين طبعا ممكن ما يعجبناش هذا الكلام، لكن الحقيقة أهمية المأساة الليبية في الأولوية راهي ما هيش أولوية كبيرة جدا، وسبب في ذلك أن هناك مقاييس تقاس بها الأمور. فمثلا على سبيل المثال ينظر العالم إلى أن الأموال لا زالت تنتقل من مصرف ليبيا المركزي إلى كل الفروع في الشرق والغرب وفي الجنوب، يعني الموظفين حتى اللي موجودين في طرابلس وهم من بنغازي يستطيعوا أن يسحبوا أموالهم ومرتباتهم عن طريق المصارف الموجودة، وهذا دليل على أن الأمر ليس بذلك السوء. لازال هناك طيران بين معيتيقا وبين لبرق
بين الشرق وبين الغرب وبين الجنوب، ما زال الناس تنتقل من طيب، هنا ولكن إلى هنالك هناك. يعني أبعاد أخرى للأزمة حتى تتأثر بها المنطقة بشكل عام، وهذا تعترف به نعم يعني نعم الأطراف وبالتالي الدولية. ولكن في هذا السياق أساسات تحديدا، سنتطرق إلى هذه النقطة في وقت لاحق سيد عبد المالك، ولكن أعود إلى سيد حدادين. يعني السيد المصراتي ناطق باسم الهلال الأحمر الليبي يقول بأننا نتلقى وعود من المنظمات الدولية ولكن لا شيء على الأرض. برأيك لماذا لا يكون هنالك تعاون وتفاعل مع هذه الهيئات الإنسانية التي لا زالت تبقى داخل البلاد وتحاول يعني تضميد هذا الجرح، سواء كان من النازحين أم يعني من المهجرين أم غير ذلك؟ لا شك انه كلام الاستاذ المصراتي في ضروره التعاون مع المنظمات الوطنيه والمنظمات الدوليه والتعاون فيما بينهما ايضا هو طرح في غايه الاهميه وطرح صحيح. ما فيش جهه تستطيع ان تعمل حتى لو كنا كموظفين دوليين موجودين اليوم في ليبيا. الظروف الطبيعية لننظر إلى كل البلدان التي نعمل فيها سواء في البلاد التي تشهد نزاعات أو البلاد التي لا تشهد نزاعات مستقرة، عمل المنظمات ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يتم من خلال يعني شركاء متعددين من ضمنهم شركاء محليين، لا بل إن مهمة من مهمات المفوضية هي بناء الكوادر الوطنية بحيث تتولى مؤسسات وطنية العمل في واستلام ملفات اللاجئين مثلا او ملفات النازحين. هل وانا هي تقوم بذلك الان في ليبيا؟ في لقاء سابق معكم انا تكلمت ان المفوضيه او المجتمع الدولي ياتي للعمل عندما تكون هناك ثغره في واجبات الدوله تجاه المواطنين او تجاه اللاجئين فتملا الثغره. انما اللي بيحصل اليوم انه في انت عندك في حالات يعني لما يكون في عندك حالات نزاع يصبح الوصول المنظمات الان الاستاذ المصراتي بيتكلم بيقول او التقرير عفوا التقرير اللي عرضته بيتكلم على تقرير صادر عن الهلال الاحمر انه هناك عدم امكانيه للهلال او للهيئات الاغاثه الاخرى الوطنيه وغير الوطنيه بالوصول الى اماكن فيها نزاع. اشكاليه العمل مع منظمات وطنيه او منظمات محليه هذه اشكاليه محسومه، بالعكس يتم التشجيع بالتوجه اليها. طيب إذا أعود إلى سيد المصراتي من أول وجديد، يعني ونتحدث عن الخطر الذي يجابه أو يتربص بالعاملين معكم خاصة وأنكم تعتمدون على المتطوعين، يعني ما مستوى الخطر الذي يهدد المتطوعين في هذه المنظمات الإنسانية؟ والله طبعا بالنسبة للمتطوعين الجمعية نحن عندما ننظر إلى مثلا الوضع في سوريا نجد أن هناك الضحايا المتطوعين في سوريا في الهلال الاحمر العربي السوري وصل الى اكثر من 46 47 متطوع. نحن الحمد لله بفضل الله لم يتعرض متطوعينا للوفاه خلال السنتين الماضيتين، يعني هذا يدل على تفاهم الاطراف النزاع، ولكن رغم هذا هناك قد تحدث بعض الاخطار نتيجه للتواصل مع اطراف النزاع في منطقه معينه بخصوص توفير ممر امن، ثم للاسف نجد ان لغه السلاح بدات تتحكم في الامر ومما يعرضنا للخطر، ونحن دائما نضع اولوياتنا للمتطوعين الجمعيه. هناك نقطه اخرى يجب ان ننوه عنها وهي نقطه ايجابيه جدا وهي المجتمع الليبي وتماسك وتضامن المجتمع الليبي، وهي تعتبر بصراحه هي خطوه مهمه جدا يجب التنبيه عليها، وهي التي جعلت من الازمه غير واضحه بشكل كبير ازمه النازحين عندما تحدث عليه أكثر من نصف مليون نازح انتقلوا إلى أماكن لهم فيها أقارب لهم فيها أصدقاء. هؤلاء الأصدقاء طبعا وفروا لهم المأوى ووفروا لهم المساعدات الغذائية وغيرها، ولكن مع طول الأزمة فإن العبء سيكون كبير. فعندما خرجنا بهذا التقرير أحببنا أن نوضح أن الأزمة بصراحة زادت عن ما كنا نتوقع. أيضا موارد جمعية الهلال الأحمر استنزفت، ايضا الجهود بصراحه بدات تقل لان العمليه طالت بشكل كبير جدا، وهذا ما كنا نحاول ان نصله للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي اننا يجب ان نساعد جمعيه في اداء دورها الانساني.
طيب إذا سيد عبد المالك، يعني سيد حدادين يقول بأن المجتمع الدولي لابد وأن يجد ثغرة للدخول إلى ليبيا، وهو يشير أن حتى جمعية الهلال الأحمر لم تستطع الوصول إلى مناطق النزاع ككلا وبنغازي، هل تعتقد بأن ذلك لربما يعني مبرر حقيقي لعدم وجود أي دعم الآن على الأرض، وكما يشير سيد المصراتي أيضا إلى هؤلاء المدنيين المتضررين بفعل الحرب؟ أختي الكريمة، هو الحقيقة طبيعة الشعب الليبي، طبيعة الشعب الليبي مكنت من امتصاص كثير من هذه الأزمة، كما أشار الأستاذ الفاضل محمد المصراتي أن كثير من النازحين والمحتاجين وجدوا المأوى ووجدوا المعونة من خلال منظومة الأقارب والأصدقاء الموجودة في ليبيا. وأيضا الدولة عند الآن يعني أو مصرف ليبيا المركزي ما زال يدفع في المرتبات حتى لهؤلاء النازحين. لكن الحقيقة الأزمة لو لم يكن هنا منظومة الدعم هذه لو تنهار، الحقيقة تصبح المأساة حقيقية وكبيرة جدا، ولا تستطيع المؤسسات العاملة في ليبيا القيام بهذا. وأنا أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تقصير كبير في هذه القضية في ليبيا، لا زال لم يدرك أن الأزمة حقيقية ومتجدرة وممتدة وقد تنفلت في أي لحظة. طيب كيف تساعد أو كيف تساهم مؤسستكم في إيصال هذه الصورة، في إيصال حقيقة الأزمة في البلاد؟ أختي الكريمة، هذا عمل جماعي، لابد أن تتكاتف جميع المؤسسات وجميع، أنا الحقيقة دعيت عدد كبير جدا من المؤسسات الإغاثية مثل إسلامك ريليف وهيومن فاونديشن ومؤسسات أخرى إغاثية أن تأتي وتعاين الواقع في ليبيا. ولكن كما قلت في البداية أن الحقيقة المآسي الموجودة في سوريا وموجودة في اليمن تمنع هذه المؤسسات من أن تتعاطى مع القضية الليبية، لأن القضية الليبية في مأساتها لم تنتشر على وسائل الإعلام بعد. يعني وسائل الإعلام تنقل صور المآسي في سوريا وتنقل صور مآسي الشعب في اليمن، ولكن لا تنقل صور المآسي الإنسانية في ليبيا. تنقل صور الصراع نعم، ولكن ليس صور المآسي الإنسانية. وبالتالي المؤسسات الإغاثية لا تتعامل مع المأساة الليبية على أنها أولوية أو على أنها ضرورة. وبالتالي نحن الحقيقة محتاجين أن ننقل صورة المأساة الإنسانية من خلال وسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام العالمية إن تمكننا من ذلك. ولابد أن يكون هناك جهد مضاعف في هذه المسألة. طيب، وضحت الجهود التي تقومون عليها. سيد حدادين، هل أثر خروج العاملين مثلا في المؤسسات أو يعني فيما يتعلق بمفوضية السامية مثلا، هل أثر خروجهم من البلاد على كيفية تفاعلهم مع الأزمة الإنسانية الحاصلة الآن على الرغم من وجود المكاتب على الأرض كما تقول؟ بس سمحتي لي، بدي أعمل تعقيب مسرعين جدا في أقل من نصف دقيقة على الأول. أنا ما قلت إنه نحن بننتظر ثغرة ندخل، إحنا موجودين كنا ودخلنا بطرق رسمية ودخلنا ومرحب فينا كمنظمات دولية من المجتمع الليبي، من الدولة الليبية ومؤسسات الدولة الليبية. أنا بقول المجتمع الدولي لما يصير في ثغرة بيحاول يقضيها، إذا ثغرة في الدواء، إذا ثغرة في الغذاء، إذا ثغرة في مثلا التعامل مع حالات حقوق الإنسان، بهذه النواحي بيدخل بغطي الثغرة، مش إنه في ثغرة بيدخل منها. الحالة الثانية، كلام الأستاذ عبد الملك فيه من الصحة الكثير، بس كيف بده طريقة النظر إليه؟ العمل عمل جماعي زي ما أشار حضرتك، جماعي بمعنى مجتمع دولي ومؤسسات دولة ومواطنين. مثلا إحنا أو أنا هنا بأكد وبشيد فيما أشار إليه حول موضوع مثلا التكافل الاجتماعي في ليبيا واستعداد المجتمع الليبي استقبال مثلا أخوانهم من النازحين في مختلف الأماكن، وأشرنا إليها في لقاء سابق، وكذلك تعامل المجتمع الليبي مع الأجانب والمساعدة وإلى آخره من إخوانهم من مختلف الجنسيات. هذا أمر يساعد، لكن إحنا كمان بنقول أو أقول حاجة، إنه صحيح إن الكوارث اللي عم بتصير في مختلف أنحاء الدنيا، الحالة السورية، الحالة اليمنية، في نيبال، في كل يوم بتصير عندنا، هذه أكيد بتخفف
لأنه الموارد محدودة هذا، لكن يجب أنه نعلم أنه إحنا نعمل ليل نهار. يعني أنا فريقي في المفوضية مثلا، فريق المنظمات، بدي أتكلم بالنيابة عن باقي المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الموجودة في العمل في ليبيا، سواء منظمات دولية غير حكومية أو منظمات الأمم المتحدة، كلها تعمل في إعداد الخطط وإعداد البرامج. الآن الحديث حضرتك اللي بيسمي في هذا الحديث أيضا، طيب سيد حدادين، يعني إلى أن يتم إصلاح مشكلة الصوت معك نظرا لعدم وضوح الصوت، أعود إلى السيد المصراتي من جديد. أنتم قلتم سيد المصراتي بأن مواردكم تم استنزافها بسبب الصراع المسلح المنتشر في عديد المناطق، يعني ما مصدر التوريد أو الدعم الآن؟ والله يا اخت علا، هذا سؤال اعتقد انه مهم جدا طرحتيه، بس لو سمحتي قبل ان اجيب على هذا السؤال، لدي تعقيب بخصوص عدم امكانيه الهلال الاحمر الدخول الى كتله وبنغازي. بالعكس، الهلال الاحمر له دور كبير جدا جدا، وذلك ونحيي من خلالكم شباب الهلال الاحمر المتطوعين المتطوعات في الهلال الاحمر في بنغازي بالدور الكبير جدا والملموس والواضح من متطوعي الجمعية في جميع سبل العمل، في هناك في موضوع الإسعاف الأول، في موضوع توفير ممرات آمنة، في موضوع أيضا الدعم النفسي للأطفال من خلال برامج عدت لهم، في مواضيع أيضا ربط الأواصر العالية والبحث عن المفقودين. يعني عندما نتحدث نحتاج إلى حلقة كاملة نتحدث عن الدور البطولي الذي يقوم به الهلال الأحمر في مدينة بنغازي من خلال المتطوعين الجمعية. بالنسبة أيضا لكيكلا، كانت هناك محاولات، ولكن لأن ممكن هناك كانت هناك صعوبات تحدية أكبر، لم نستطع، قدمنا إغاثات لكيكلا، ولكن نظرا لان الاشتباكات كانت بشكل كبير لم نستطع الدخول الى كيكلا وتقديم ما يمكن تقديمه، خصوصا بعد النزوح الالاف من سكان المدينه، ولكن نحن نقدم لهم مساعدات في اماكن التي نزحوا اليها في طرق. طيب انتم يعني انتم تحاولون يعني تقديم ما بامكانكم من المساعدات لهؤلاء النازحين، ولكن ما مصدر الدعم الذي تحظون به؟ يعني هذا هو سؤال موجه اليك. بالنسبه لنعود الى السؤال الهام، طبعا الهلال الاحمر لم يتقاضى اي درهم من الدوله الليبيه. يعني نحن الهلال الاحمر نصرف على انشطتنا الاجتماعيه والانسانيه من خلال مواردنا والتي هي متمثله في بعض المصحات والعيادات الطبيه، من خلال ايراد وريح هذه المؤسسات، ومن خلال ايضا بعض الاستثمارات البسيطه في اسهم في بعض المصارف، من خلال ري هذه الايرادات نقوم بالصرف على موظفي الجمعيه وعلى اوجه الانشطه المختلفه. يعني عندما نتكلم على نزاع مستمر منذ اكثر من سنه، عندما نتحدث حتى منذ بدايه ثوره 17 فبراير، عندما ونتيجه الفوضى التي عمت بعض المدن، حدثت عمليه سرقه ونهب لبعض لمخازننا في عده مدن ليبيه، ايضا عندما نتحدث عن استهداف ايضا في تلك الفتره بعض المقارنة الاداريه، والان عندما اصبحت الامور تعقدت خصوصا خلال الفتره الاشهر التي تواصلت لمده عام من خلال مخازننا وما فيها من مساعدات غذائيه وغير غذائيه نقدمها للنازحين وايضا نقدمها للفئات الاشد ضرر واحتياجا. عندما يحدث هذا الاستنزاف والذي يتواصل يوميا، وعندما نقول ان هناك عمل يومي يقوم به متطوعي الجمعيه في المناطق التي تحت التي تشهد اشتباكات كبيره جدا، عندما نرى انهم هؤلاء هم متطوعين، يعني لا يتقاضون مرتب، بل هم يقومون بدورهم ايمانا بقضيتهم الانسانيه وايمانا بمبادئهم الانسانيه، والتي هي تؤكد لهم دائما على التعاون مع جميع الاطراف بحياد تام وبدون تمييز بين الاطراف النزاع. ولذلك نحن نذكر ان الدور اللي يقوم به الهلال الاحمر الليبي في ليبيا دور بطولي وكبير جدا، يتحمل مسؤوليات الصرف على انشطته المختلفه. لا، وهذا يعني انت تشير بان الدعم ذاتي فيما يتعلق بمواجهه الازمه الحاليه. طيب اذا تطرقنا الى ملف الهجره غير قانونيه، وابدا معك سيد عبد المالك، سيد عبد المالك، هذا الملف يعني ما التوصيف المناسب الان لليبيا، خاصه وان اغلب القوارب الخاصه بالمهاجرين غير القانونيين تنطلق عبر السواحل الليبيه؟
هي ليس فقط تنطلق عبر السواحل الليبية، ولكن هي محصورة بين زوارة ومصراتة. يعني هذا هو الساحل التي تنطلق منه قوارب تهريب الهجرة غير شرعية. فالحقيقة أنا أعتقد أن الحكومة الليبية يجب أن تقوم بجهد أكبر في منع هذه الهجرة الغير شرعية وتقنينها. لكن إحنا نتحدث كثيرا الحقيقة، وفي الغرب هناك حديث كثير عن وقف هذه الهجرة الغير شرعية وضررها على الغرب وعلى أوروبا وعلى إيطاليا بالذات، وهناك تفكير حتى في ضرب السواحل الليبية وضرب قوارب المهربين، لكن لا نسمع حديث عن علاج سبب هذه الهجرة. يعني الناس هذه تهاجر تترك في ما أهلها السبب برأيك سيد عبد المالك؟ يعني السبب بحسب ما يعني ترصده مؤسستكم. السبب بدون شك عدم وجود العمل، عدم وجود الوظائف، عدم قدرة هؤلاء الناس على توفير الحياة الكريمة. ولذلك أنا أدعو الحقيقة الأوروبيين والغربيين لعمل استثمارات حقيقية في أفريقيا، مصانع، مزارع، هذه الأشياء، وهي التي تحتاج إليها أوروبا في تزويدها بالمنتجات والواحد. لكن إحنا الحقيقة يعني الموضوع كله منصب على المنع وليس منصب على علاج سبب المشكلة. حتى يعني أنا الحقيقة دعوت إلى إقامة مشاريع اقتصادية في جنوب ليبيا، التقنية والمال غربي، الإشراف ليبي، والعمالة من أفريقيا تستوعب عدد كبير جدا من النازحين، توفر لهم الحياة الكريمة وتعود بالفائدة علينا وعلى الغرب. لكن الغرب يريد منا، والحقيقة هذه هي المأساة، يريد من الليبيين أن يتحولوا إلى شرطة نعمل عند الغرب من أجل مصلحة الغرب في هذه المسألة، وهذا الذي نرفضه. نحن نريد أن نكون هناك شركاء أيضا حقيقيين. شكوى من السلطات الليبية أنه لا يتم إشراكها في حل هذه المسألة. ولكن سيد حدادين، منظمة العفو الدولية تتحدث في هذا السياق وتصف أن المهاجرين يتعرضون في ليبيا لانتهاكات مروعة من التعذيب والاغتصاب والحرمان من الغذاء والتهديد بالقتل. ما حجم الانتهاكات بحسب ما ترصده منظمتكم ووفق هذا التوصيف الذي تعطيه منظمة العفو بأن هذه الانتهاكات هي مروعة؟ ولا شك أوضاع وأتمنى الصوت واضح عندكم الآن، أنا واضح جدا، بتكلم. تفضل. لا شك إنه يعني أوضاع المهاجرين أوضاع مش بالمستوى، التوصيفات الإنشائية مروعة عظيمة. أنا بتكلم في توصيف قانوني، الأوضاع الموجودة فيها لا ترتقي إلى المستوى الأدنى للحقوق التي تستوجب او تستوجبها او تفرضها القوانين والتشريعات الدوليه بحق المهاجرين بشكل عام واللاجئين وطالبي اللجوء والموقوفين والمحتجزين. هناك معايير دوليه يجب ان مراعاتها. الاوضاع اللي في ليبيا اللي الموجوده اليوم تجعل من توفير هذه الظروف امر نادر. يعني احنا بنتكلم على مراكز توقيف فيها محتشد اعداد من المهاجرين، توقيف بدون قرارات، او اذا كان في قرار اداري او قرار قضائي او قرار من نيابه عامه بيكون مده التوقيف تطول عن المده اللي المسموحه فيها في القوانين الليبيه. يعني بترجع للتشريعات الليبيه، عده تشريعات فيها تنظم هذه الحالات. الاوضاع الموجوده اليوم تجعل من ضمانات حقوق الانسان امر على المحك. طيب، هذه المسألة يعني، وخاصة وأنك يعني لربما نستعرض هذا الوصف الذي تعطيه المتحدثة باسم السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، تقول بأن هذه الحالة هي حالة طارئة إنسانيا وأمنيا. يعني الآن ماذا بإمكان مثلا منظمتكم أن تقوم بخطوة تجاه هذا الملف؟ ألا يهدد أمن المنطقة بشكل عام؟ ألا يستدعي إلى تدخل؟ ألا تعد هذه ثغرة للتدخل لحماية أمن المنطقة؟ يعني تدخل من قبل المفوضية ما فهمت السؤال، يعني بأي صورة؟ مجهود مفوضيتكم في هذا الصدد فيما سيتمثل الآن في ظل هذا الوضع؟
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تأسست بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لها ولاية توفير الحماية وإيجاد الحلول الدائمة للاجئين. أضيف إليها ولاية أو اختصاص مساعدة النازحين داخليا ضمن إطار عمل مشترك مع منظمات أمم متحدة ومنظمات دولية وجمعيات غير حكومية دولية مشتركة، تتعلق في الحماية، تتعلق في توزيع المواد الإغاثة. إنما هناك منظمات أخرى مثل منظمة الأنسمل اللي هي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مثل اليو ان دي بي، مثل منظمة حقوق الإنسان، كل لها اختصاص تتدخل فيه. الملف السياسي في إيد الأنسمل مثلا، هي بتتعامل فيه. أي تطور في الأوضاع الأمنية بينعكس إيجابا على قدرة المفوضية أنها تقدم أكثر وأكثر بالتعاون مع المنظمات، يعني الدوائر الحكومية، بالتعاون مع المنظمات الدولية، بالتعاون مع المنظمات الوطنية إلى آخره. فالتدخل المفوضية مستمر منذ اليوم الأول اللي فتحنا لنا مكاتب في ليبيا من سنوات طويلة إلى اليوم، وإحنا مستمرين في العمل. لكن قدرة الإيصال كما يعني مش بس في المفوضية، لأي منظمة كانت تصبح على المحك وتصبح محدودة بسبب الظروف والبيئة المحيطة، البيئة الأمنية، البيئة يعني التنظيمية للدولة، وقدرة مؤسسات الدولة وقدرة باقي المؤسسات على العمل معا. طيب، إذا أعود إلى سيد المصراتي في ذات السياق فيما يتعلق بملف الهجرة غير قانونية. سيد المصراتي، هل لديكم فريق يتعامل يعني أو مخصص للتفاعل مع هذه الأزمة التي باتت تحتل المشهد في ليبيا الآن؟ طبعا الموضوع الهجرة الشرعية أو تسمى الصادرة الهجرة غير الشرعية، الهلال الأحمر يتركز دوره في الجانب الإنساني. طبعا نحن نتألم جدا للمئات من المهاجرين الذين يجدون انفسهم معرضين للخطر في قوارب الموت، ومنهم من يتعرض للموت، ومنهم من يسعفه الحظ ليجد نفسه ملقى يعني في حاله سافر ونقله الى الشواطئ الليبيه. عندما تاتينا يعني اخبار على وجود هؤلاء النازحين نتوجه اليهم في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها الدولة الليبية، ننظر إلى أحوالهم، نسجل ملاحظاتنا على الوضع الذي هم فيه، نحاول أن نقدم لهم المساعدات الممكنة، أيضا نحاول أن نربط الأواصر التواصل مع ذويهم في بلدانهم من خلال الاتصالات الهاتفية، من خلال أيضا الرسائل الشخصية. يتم ذلك عن طريق فريق مخصص من الهلال الأحمر يتوجه إلى تلك المراكز الخاصة باحتجازهم. أيضا في حالات الوفاة نقوم بالتوجه إلى الشواطئ ونقل تلك الجثامين إلى ونقلهم لعملية دفن في لاحقا، هذا في حالة نجاتهم، وفي حالة عدم النجاة طبعا أيضا. هل هنالك تنسيق بين يعني الأطراف الليبية في هذا المجال، مكاتب الهجرة غير الشرعية مثلا في عدد من المدن، هل هنالك تنسيق مشترك أم أنه بإمكاننا النظر إلى ما تشتكي السلطات الليبية بأنه لا يوجد هنالك أي تنسيق وأنها يعني تفتقر إلى الدعم وبالتالي هذه المشكلة تستمر وتتأزم؟ طبعا المشكلة حتى مراكز الاحتجاز الصراحة غير مهيئة لمعيشتهم، هذه من ضمن النقاط التي دائما نذكرها في تقاريرنا. ايضا نحن نساعد حتى في منظمات دوليه مثل منظمه الهجره الدوليه، نتعاون معهم في موضوع ترحيلهم الى بلدانهم، ويوجد لنا تجارب سابقه في هذا الموضوع في الجاليه السنغاليه وفي الجاليه التشاديه وعديد من الجاليات، يتم من خلال فريق مختص من الهلال الأحمر بعملية نقلهم وتوفير ممر آمن لهم ووصالهم إلى المطارات. ومن خلال تلك الخدمة نحاول أن نوفر لهم ممر آمن وبشكل إنساني، سواء كانوا
في تلك في هذا الممر او حتى في اثناء معيشتهم في مراكز الاحتجاز. طيب، منظمة العفو الدولية تقترح حل في هذا السياق، يعني من جملة ما طالبت به سيد عبد المالك منظمة العفو الدولية هو دعوة السلطات في تونس ومصر والجزائر إلى فتح حدودها لكل من يطلب الحماية وذلك دون قيود كما تقول. ما مدى نجاعة تطبيق هذا الحل برأيك؟ لا، أنا أعتقد أن هذا لا يتم، لأن الحقيقة الفروقات الاجتماعية والمعيشية بين هذه البلاد كبيرة، وبالتالي يعني فتح الحدود بدون تأشيرات وبدون مراقبة حقيقية يعني ليس حل عملي. الحل العملي أن نرتقي بمستوى معيشة هؤلاء الشعوب ونوفر لهم الحياة الكريمة أينما وجدوا، وبالتالي انتقالهم من بلد لبلد يكون يعني لأسباب أخرى عملية، للدراسة، للعلاج، لهذه الأشياء، وهذا يصبح معقول وحينها نفتح هذه الحدود. أما مجرد نفتح الحدود لاستيعاب مئات أو آلاف من المهاجرين لحل القضايا الإنسانية، طيب ليش ما نحلش القضايا الإنسانية في المكان الذي يتواجدون فيه في بلادهم مثلا؟ طيب، إذا من هذه النقطة تحديدا ننتقل إلى سيد حددين، يعني ما الذي يعجز الاتحاد الأوروبي مثلا إلى وضع حل لهذه الأزمة؟ هنالك الآلاف يغرقون في البحر، وهنالك ارتفاع في نسبة المهاجرين غير القانونيين، ومن المعروف من هي المناطق التي يتم الانطلاق منها. لماذا لا يوجد هنالك أي رد فعل حقيقي على الأرض حتى اللحظة؟ بس أنا بدي أقول حاجة كمان بخصوص دخول الأشخاص الذين يطلبوا اللجوء إلى الدول بدون تقيد في الشروط المطلوبة في الأوضاع العادية. نعم، هذا ما تطرحه منظمة العفو. نعم، هذا تطرحه انسجاما مع القانون الدولي. القانون الدولي بيقول انه لكل شخص ان يطلب الحق في اللجوء، الماده 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الماده 33 من اتفاقيه 1951 واتفاقيه 1969 اللي موقع عليها ليبيا ايضا والدول الافريقيه، بتقول انه لكل لا يجوز للدوله او تلتزم الدول بعدم رد الاشخاص على الحدود في حاله طلب اللجوء او اعادتهم الى حيث يمكن تتعرض حريته وحياه الشخص الى الخطر، أو ما يسمى في مصطلح في القانون الدولي مبدأ عدم جواز الإعادة القسرية للشخص طالب اللجوء. هذه من ناحية. أما إذا نتحدث عن النواحي الاقتصادية فهناك تنضمها اتفاقيات التنقل واتفاقيات منظمة العمل الدولية وإلى آخره. إنما في حالات اللجوء لكل إنسان يجب على الدول أن تفتح حدودها مفتوحة لطالبي اللجوء، تتحقق من طلبات اللجوء تبعهم. إذا لاجئ تخليه يدخل، إذا مش لاجئ تصرف معه تصرف ضمن حقوق الإنسان، ضمن معايير الدولية لحقوق الإنسان، بكرامة، تحفظ كرامة الإنسان، تحفظ سلامته. وفي عندك كمان اتفاقيات أخرى مش بس للاجئين، مثلا اتفاقية مناطق التعذيب اللي بتحظر للدولة على الدولة أن تعيد شخص إلى حيث يمكن أن يتعرض للتعذيب سواء كان لاجئ أو غير لاجئ إلى آخره، من اتفاقيات كثيرة في هذا الموضوع عموما. طيب، بالنسبة لما يمنع أي دولة أو أي إقليم أو أي مجموعة دول من التعامل مع موضوع اللاجئين، لا شك انه كل دوله لها او خلينا نقول الاتحاد الاوروبي او الدول المجاوره لليبيا عندها اولويات. احنا كمفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين اطلقنا يعني عده مبادرات وطالبنا بان يتم التعامل مع موضوع اللاجئين او النازحين او عفوا المهاجرين عبر المتوسط بحاله خاصه، يعني أن تفتح لهم أبواب قانونية أخرى لكي لا يضطروا إلى يعني اللجوء إلى رحلة الموت هذه في المتوسط، من ضمنها مثلا زيادة أعداد حالات إعادة التوطين للاجئين أو طالبي اللجوء، من ضمنها مثلا مساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين في تحمل الأعباء، لأنه كمان لازم نتذكر. طيب، هي ذات المقترحات التي أشار إليها سيد عبد المالك، ألا وهي يعني تعزيز التنمية في البلدان التي ينطلق منها المهاجرين، ولكن يظل السؤال يعني لماذا دول الاتحاد الأوروبي مثلا لم تقوم بأي خطوة فعلية للحل من هذه الأزمة؟ هذا هو السؤال تحديدا. هل هذا ممكن توجه السؤال يعني شخص مثل الاتحاد الأوروبي مشان يعطي جواب أدق، لكن أنا بتكلم عن المفوضية المفوضية شؤون اللاجئين، مساعدة في حل النزاعات، المساعدة في توفير فرص عمل وكريمة للأشخاص،
الإنسان اللي بده يعبر البحر حياته عزيزة عليه، يعني ما فيش إنسان بروح بعافيه في روحه. أذكر أحد الزملاء أشار إلي مرة في قصة، بيقول في قارب غرق ومات معظم من فيه ونجا فقط ثلاث، فهو بخاطب الثلاث اللي نجوا بقول لهم أنتوا شفتوا كيف معظم القارب مات؟ فرد عليه أحدهم قال له شفت إنه إحنا نجينا؟ لهذه الدرجة تصل حالة الإحباط، حالة لربما وصف حالة اليأس هو الأسلم لهذه الحالة. أنتقل إلى السيد المصراتي من جديد، ما طبيعة الصعوبات التي تواجهكم في التعامل مع هذا الملف فيما يتعلق بملف المهاجرين غير القانونيين؟ والله طبعا الملف الهجرة غير الشرعية، نحن كجمعية يجب أن يعلم الجميع أهداف الجمعية وأيضا شنو ما هي الدور الذي مكلف أن تقوم به. نحن نساعد السلطات المحلية في الجانب الإنساني، يعني عندما تتوفر إمكانيات من الدولة وأيضا تطلب المساعدة في الأحمر في تقديم المساعدات في هذا الجانب في هذا المجال، سواء كان في موضوع المهاجرين غير الشرعيين أو غيرها من المواضيع. الهلال الأحمر كما ذكرنا بإمكانياته وبقدراته وبكوادره يستطيع أن يقدم الدعم، ولكن الدعم الأكبر الذي يجب أن نعول عليه وهو دعم الدولة. عندما لا تتوفر للدولة الأماكن الخاصة للمحتجزين، عندما تكون هناك الأمور عدم وجود الظروف المواتية لإقامة جيدة لهم في تراعي الكرامة الإنسانية لهم، فهذه الصعوبات لا نستطيع نحن كهلال الأحمر إلا أن نقدم ملاحظاتنا وارشاداتنا بهذا الخصوص. طيب، ملف الهجرة غير القانونية هو جانب من الأزمة الإنسانية في ليبيا، هنالك ملف آخر لربما تقومون عليه في جمعية الهلال الأحمر وهو المتعلق بعملية إغاثة النازحين، عملية إعادة لربما المحتجزين والتنسيق في ذلك بين المناطق أو بين يعني الأعيان. كيف تتم هذه العملية؟ لو تطلعنا على تفاصيل التنسيق أو جهود التنسيق التي تحملها جمعية الهلال الأحمر على عاتقها في هذا المجال. هذا موضوع آخر وهو موضوع هام جدا ويتعلق برعب الصدى وأيضا لعملية تواصل مع أطراف النزاع. يعني عندما نقول نحن كجمعية الهلال الأحمر من ضمن أهم المبادئ نقوم بها موضوع الحياد، هذا الموضوع كان مهم جدا في كسب ثقة جميع الأطراف والتواصل، وجميع الأطراف يتواصلون مع الجمعية في حالة رغبتهم في تبادل محتجزين أو تبادل جثامين أو حتى عندما نحتاج إلى التواصل في تقديم خدمات لمناطق محتاجة للمساعدة، فنتواصل مع الجميع، وهذا ما جعل الجمعية محل ثقة. وأيضا ساهمت الحمد لله خلال الفترة القليلة منذ بداية الأحداث، ساهمت في تبادل العديد العشرات من المحتجزين من أطراف النزاع، سواء كان في غرب البلاد أو شرقها أو حتى في مناطق أخرى. كان للجمعية دور في وساطة في هذا العمل، ونحن مستمرين في هذا الجانب. ونحن من خلال هذا العمل الذي نقوم به نحاول نوصل رسالة أننا كأبناء لوطن واحد نستطيع أن ننهي العديد من المشاكل عندما نتحاور مع بعض، عندما نتواصل مع بعض، عندما نعمل في سبيل أن يكون الوضع أفضل أمن واستقرار. يعني سنصل إلى حل أكيد، نحن نحاول أن نكون نحن منارة أمل في هذا الجانب، وهذا ما كان لنا في خلال الفترة الماضية. طيب سيد عبد المالك، فيما يتعلق بملف اللاجئين في الداخل والخارج أو النازحين، الهلال الأحمر رصد ما لا يقل عن 500 ألف نازح في الداخل، هل هناك إحصائية توازي ذلك من اللاجئين في الخارج بحسب ما ترصده مؤسستكم؟ أختي الكريمة لو تسمحي لي بالتعليق على عملية فتح الحدود أولا. الحقيقة يعني مسألة فتح الحدود يعني تطالب المؤسسات أو الهيئات الدولية، الجزائر وتونس وغيرها، بفتح حدودها. طيب يا أخي ليش ما أوروبا ما تفتح حدودها؟
إذا كان يعني نطالب الجزائر ونطالب تونس أنها تفتح حدودها لهؤلاء اللاجئين، فلماذا لا تفتح أوروبا حدودها لهؤلاء اللاجئين؟ أما إذا كان قلنا أن القانون الأمم المتحدة يقول أن اللاجئ لا يرد عند الحدود، هذا صحيح. إذا كان اللاجئ وهناك 5 أسباب للجوء، يعني أن يخاف الإنسان على نفسه بسبب جنسيته مثلا، أو بسبب دينه، أو بسبب رأيه السياسي، أو بسبب العنصر، يعني هو عربي أو أمازيغي أو كذا، أو بسبب الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة طيب، كشاب هنالك دين تساؤلات جنسية. كثيرة فيما يتعلق في هذا الملف، ولكن يعني نحاول أيضا التطرق إلى وجه آخر من أوجه الأزمة الإنسانية في ليبيا، وهي المتعلقة بملف النازحين. يعني إن كان بالإمكان نعم، أن تطلعنا يعني أنا مثلا إن شاء على الله ما يعني تقوم به الحقيقة مؤسستكم في هذا النطاق التحاب أن تحديدا. مسألة أنك أنت تأتي على الحدود والقانون يفرض على الدولة أنها، هذا غير صحيح، لأنك أنت أخي أنت لما تكون لاجئ لابد أن تقدم اللجوء في أول دولة تأمن فيها، وليس أي دولة. يعني هذا اللي جاي إلى الجزائر مر بليبيا ومر بتشاد أو السودان أو مر بعدة دول، فلماذا لا يقدم اللجوء في الدول الذي واحنا نعلم ان معظم هؤلاء اللاجئين بسبب اقتصادي صرف، وهذا لا محل له في الاعراب من الناحيه الدوليه. يعني الامر معقد. على كل حال ناتي الى موضوع 500 ألف نازح داخل ليبيا. الحقيقه عدد النازحين واللي يذهب الى تركيا ويذهب الى مصر وهذه الدول يجد ان اعداد الليبيين في تزايد كبير جدا، وهذا يسبب في مشقه. والحقيقه كثير من هؤلاء الليبيين رجع الى ليبيا بسبب عدم قدرته على الصرف على نفسه وعلى عائلته. طيب، على كل حال يعني سيد عبد المالك، انت لم تجبني على التساؤل، انتقل الى سيد حددين. يعني ما يقرب عن 550 ألف نسمة من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال في مدن درنة وسرت وشفانة، هذا هو العدد الذي رصدته هيئة أو جمعية الهلال الأحمر في ليبيا بخصوص النازحين في الداخل. يعني كيف تتفاعل لربما منظمتكم مع هذا الوضع، أو كيف تساهم في 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 تزويد الجهات التي لربما بإمكانها وضع أثر ملموس على الأرض في هذه الأزمة؟ بس بسرعة، مطالبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدم إغلاق الحدود في وجه اللاجئين مش محصورة في دولة أو غيرها. وعندما تقدمت بعض الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في مشروعات في خصوص موضوع الطوارئ في البحر المتوسط، اشترطت المفوضية على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وغيرها من الدول أن تحترم المادة 33 من اتفاقية 51 وابدأ عدم جواز الإعادة القسرية واتفاقية مناهضة التعذيب وإلى آخره من الاتفاقيات. فمش محصورة في دولة أو في دولتين. وعملية أنه دولة اللجوء الأولى أو دولة اللجوء الثانية أو دولة اللجوء الثالثة، هذه زي ما أشار الأستاذ يعني في بعض الحالات ممكن نستعملها في مواجهة اللاجئ، لكن أحيانا تكون دولة اللجوء الأولى غير قادرة على توفير طيب هذه الحماية. النقطة وضحت تحديدا، لكن فيما يتعلق بملف النازحين والذي يشكل وجه آخر من أوجه الأزمة الإنسانية في البلاد. بالنسبة لأوضاع اللاجئين عفوا النازحين في ليبيا، ايش بتقدم المفوضية؟ هذا سؤالك؟ نعم، ماذا بإمكان المفوضية أن تقوم به لربما لمساعدة أو لإيصال الصوت لهذه الأطراف، مثل جمعية الهلال الأحمر التي بإمكانها وضع يعني أثر ملموس على الأرض في هذا الملف، ماذا بإمكانها أن تقدم لها حتى يعني لربما تحل هذه الأزمة إلى حد ما؟ احنا بنعمل مع فريق كامل من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات NGOs الدولية والصليب الأحمر، فإحنا بنوزع العمل بيناتنا حسب الاحتياج. إذا كان مثلا على سبيل وأنا بتشرف إنه نقدر نصل على علاقة عمل مباشرة مع الهلال الأحمر أو مع غيره من المنظمات، وهي منظمة الهلال الأحمر الليبي من المنظمات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة وبال يعني العمل، يعني عملها بيشهد عنها، ما فيش داعي احنا نشهد لها. لكن اذا كان في هناك امكانيه انها تحصل على مساعدات من جهه ما وفي جهات اخرى احنا ممكن نقدم لها، بيتم توزيع العمل. لكن احنا منفتحين على جميع ونعمل مع منظمات وطنيه ليبيه في توزيع المعونات في ليبيا، في بنغازي
وفي حوالين طرابلس، انا ما فاتتني اسماء، مش حاضر امامي الان جدول التوزيع، بس عندنا جدول توزيع وطلبنا كمان معونات تيجينا او حتوصلنا قريب ان شاء الله نقوم بتوزيعها. اذا كان في مجال العمل مع اي منظمه تتوفر لديها مثل ما هو الحال في حاله الهلال الاحمر الليبي، لديها الامكانيه ولديها القدره على توصيل المساعده، احنا بنقول اهلا وسهلا ويعني بسرنا التعامل معهم. طيب بالعوده الى ملف تبادل المحتجزين، سيد المصراتي، ما حجم التوافق او المرونه التي تبديها الاطراف فيما يتعلق بالتنسيق لهذه العمليه، خاصه في مناطق النزاع ووجود اطراف عسكريه، كيف تتفاعلون معها؟ والله نحن عندما يتواصل معنا اطراف نزاع بخصوص تبادل للمحتجزين وأن الهلال الأحمر يكون وساطة في هذه العملية، بصراحة في بعض الأمور نجد أن الأمور تمضي بشكل مرن جدا وبشكل سريع جدا، في بعضها تحتاج يتشاورون بعدد المحتجزين، كم من كل طرف كم يدفع بعدد المحتجزين، ولكن بشكل عام عندما نشاهد هؤلاء المحتجزين وهم عائدون إلى بيوتهم وأيضا استقبال ذويهم لهم، نشر أن قمنا بعمل كبير جدا، ولولا فضل الله ثم عمل جمعية الهلال الأحمر لما عادوا إلى بيوتهم. فنحن من خلالكم نأمل من الجميع، خصوصا نحن الآن في قرب شهر رمضان المبارك، نأمل أن تكون هناك وقف لإطلاق النار، أن يكون هناك أيضا عملية من المصالحة والتواصل وراء بالصدى. طيب أنت تحدثت عن عملية وقف إطلاق النار، يعني هل هنالك تواصل مثلا مع أطراف النزاع لربما لتوفير ممرات آمنة للنازحين أو إمدادهم يعني بالاحتياجات الأساسية في مناطق النزاع؟ والله يا أختي الكريمة، بصراحة نحن منذ بداية النزاع ونحن في بياناتنا في لقاءاتنا الإعلامية ندعو إلى ذلك، ولكن في فترات كثيرة نجد أن الأمر يحتاج إلى ضبط أكثر وإلى تأكيد أكثر من جميع الأطراف، لأننا هناك في مناطق لا يوجد فيها طرفين، يوجد أكثر من طرف ونفاجأ بطرف يخل هذه، يعني العملية تحتاج بصراحة إلى مجهود كبير وتحتاج قبل كل شيء إلى إرادة فعلية من أطراف النزاع لوقف هذا الإهدار الكبير للدماء الليبية، والتي بصراحة نتألم جميعا لما يحدث. كنا في جميع مقابلاتنا وفي بياناتنا الصحفية التي تصدر الهلال الأحمر نطالب بعدم استهداف المدنيين، عدم استهداف أماكن سكناهم، عدم استهداف المستشفيات، عدم الأماكن التي يعمل فيها الأطباء والمصحات وغيرها، ولكن للأسف نتفاجأ أن هناك قذائف عشوائية تأتي من مكان غير معلوم ومن جهة غير معروفة، مما تسبب مشاكل أكبر. نحن من خلالكم ندعو، ونحن نقترب من شهر مبارك شهر رمضان، ونحن الليبيون نعلم جميعا أننا لهذا الشهر طقوسه ومكانته عندنا، نتمنى من خلالكم أن نوصل هذه الرسالة بوقف كامل لإطلاق النار والعودة إلى لغة الحوار ولغة التواصل مع الجميع من أجل تخفيف المعاناة، التي دائما نقول أن المدنيون هم أكثر من تألم ومن تأذى ومن وصلت إليه. طيب وضحت الفكرة سيد المصراتي، أعود إلى سيد عبد المالك من جديد. إذا بالنظر إلى هذا الاطلاع الكبير بمسألة يعني المهاجرين والنازحين، كل هذه الأزمات الإنسانية التي تعانيها البلاد، يعني برأيك هل هنالك رغبة حقيقية من قبل المجتمع الدولي الآن لحل هذه الأزمات أو المساهمة في ذلك على الأقل؟ أنا أعتقد نعم أن هناك رغبة في حل هذه الأزمات، ولكن السؤال الحقيقي كيف يتم حل هذه الأزمات؟ عادة يعتقد الغرب أنه هو يمتلك هذا الحل، والحقيقة الحل لا يمكن أن يكون إلا وطني. يعني لحل أزمة الليبيين لابد الليبيين يقومون بحل أزمتهم بأنفسهم. الغرب يعني الأمم المتحدة عن طريق مندوبها السامي أو غيره يمكن الإشراف على عملية الحوار، لكن الحقيقة الحلول يجب أن تأتي من ليبيا،
ولا تأتي من الخارج في على شكل مسودة وعلى شكل أوامر أو على شكل آراء يعني أشكرك. للتنفيذ. العفو. إذا بهذا نصل إلى ختام العاشرة، نشكر ضيوفنا، انضم إلينا عبر سكايب من تونس رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا سامر حدادين، انضم إلينا أيضا عبر سكايب من مانشستر رئيس مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان محمد عبد المالك، وشاركنا في الحوار عبر الهاتف الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي. تقبلوا تحياتي، أنا علا عبد العظيم، ودمت في أمان الله.